بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات اليوتيوب وآخر فيديو في شابتر 1 ده اللي هتشوفه بقى خلاص. اللي جات بلامم هو بعض أسئلة الامتحانات بيقول لي أول سؤال تو كابر وايرز، هنحط خط تحت كابر. كابر يعني رو is constant have the same length يعني اللي واحدة. If the cross sectional area of the second wire is 3 times as that of the first wire، يبقى لو A1 بA2 هو قال 3 times. So the ratio between the resistance of first two، بجد والله والله بابا احمد سمير قايل لك R1 على R2. لما تعرف ان الR بتساوي رو L على A في مسائل الريشيو اللي رجعتها معايا، اكتب كله فوق وكله تحت وما تحفظش حاجة. 1 2 الرو دايركتلي يبقى 1 2، الL دايركتلي يبقى 1 2، الاريا انفرسلي يبقى 2 1. عرفت منين من القانون؟ الرو هي هي والL هي هي صح؟ نشيل A2 ونكتب 3A على A، كنسل A مع A ويبقى R1 على R2 بتساوي 3 على 1. نشوف كده 3 على 1 لوجيك ومنطقي طبعا. لما الاريا تزيد الريزيستنس تقل. تمام. اللي بعده يا شباب، H4 electric circuits ماشي contain an ammeter، what is the correct arrangement to the reading A1 A2 A3 A4. تعال نجيب A1. يلا A1 بيساوي A1 اللي هو I main بيساوي VB على R equivalent plus R internal على مهلنا كده. دول 3R، 3R parallel ل6R يعملوا 2R، 2R مع R series يعملوا 3R. يبقى A1 بيساوي VB على 3R plus R internal. جات منين 3R؟ ها دول parallel واللي طلع مع دي series. اما ده 2R و2R parallel مع ال R series يبقى 2R اد R، 2R مع 2R اد R، R و R series. يبقى قراية A2 بتساوي VB على 2R بس ها بلس ار انترن. تعالى هنا، هي دي التريك، بس هي دي التريك. 4R و4R parallel يدوا 2R، 2R مع 0 يدي 0. يبقى دي A3 بتساوي ها VB على R بس لان ده كله بزيرو، R بلس R انترن. تمام. A4 على مهلك 3 parallel يبقى 3 على 3 يدي R، R و A ونص R يدي 1.5R، يبقى VB على 1.5R plus R. أكبر I عند أصغر R، طبعا هنا R و R و R و R، يبقى أكيد اللي هيحدد الكبير. وهنا VB 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 سوابق، يبقى اللي هيحدد هي مين؟ R. أصغر R هي أكبر I، يبقى أكبر I A3 ولا لأ؟ عشان هي R واحدة صح؟ يبقى ده أكبر I، يبقى A3 ده أكبر حاجة. يلي لما ال R بتزيد ال I بيقل، 2 ولا 3 ولا 1.5؟ 1.5. يبقى A4 يلي 2 يلي، يبقى أكبر. هو عايز إيه؟ أرتب أنهي ترتيب؟ هنقل اللي فيها أكبر A3 اللي هو A3 أو أصغر A1. نبص نبص نشوف، A3 أكبر حاجة هنا وأكبر حاجة هنا، يبقى دول هيتلغوا الأول. بعد A3 يليها A4، لا يبقى دي غلط ولا إيه؟ ويبقى الإجابة دي ولا لأ؟ خلاص مش هكمل بقى. وأصغرهم A1 فعلا صح كده؟ يلا اللي بعده، مسألة R equivalent يا جماعة بس مقنعة، يعني اللي فات يدي R equivalent بس مقنعة. The opposite figure show conductors of uniform cross sectional area mesh of same material، يعني الرو is constant، الرو is constant but with different dimension length و area. اوكي ارتب correct arrangement ascending من الصغير للكبير according to حاضر. RA بتساوي رو 2L على 2A، والتو راحت مع التو، يبقى رو L على A. تيجي نسمي رو L على A دي AR
اي حاجه اكس يلا يبقى دي ار سي ار سي رو 2 ال على ايه يبقى تساوي 2 رو ال على ايه وانت مسمي دي مين يبقى 2 ار تعالى هنا ار بي رو ال على 3 ا يبقى 1 على 3 ار ولا ايه مش رو ال على ايه وانا على 3 خدتها بره بره بس هنا ار تساوي رو ال على 4 ايه تبقى دي دي يبقى ار دي خد الفور تحت بره اهي كوارتر ار يبقى اصغر حاجه الكوارتر ولا ايه ربع 0.25 يليها 0.33 يبقى الاول ار دي اصغر واحده دي اصغر واحده ربع يليها بي ار بي يليها 2 ولا واحده يبقى ار ايه يليها دي اسمها ايه ار سي يبقى لو رتبت اول واحده تبقى دي صح اسندنج اسندنج اهو دي اهي بس في دي هنا دي يليها بي يبقى دي غلط طبعا دول غلط اصلا انا ماسك في الدي اصغر واحده يليها بي يليها ايه يليها سي تبقى الاجابه دي اللي بعده يا شباب using the data shown in the opposite figure عايز الريشيو بين اي 2 اي 1 يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه هو مش اي 1 بيساوي اي 2 بلس اي 3 اكتب كده اي 1 بيساوي اي 2 بلس اي 3 اول حاجه تيجي في ذهنك ايه اللوب اللي يجمع بين مين ومين واي 2 صح هو ده اللي عملوه هو ده اللي عملوه اول حاجه تيجي في دماغي اعمل اللوب اللي فيه اي 1 واي 2 وتعمل ايكويشن واطلع بيها الريشيو لا لا عايز اعمل علاقه بين اي 2 اي ايه عشان اشيل من هنا اي ايه 3 واحط مكانه ايه اي 2 ويبقى علاقه اي 1 خالصه بمين مش فاهم واحده كمان واحده واحده اول حاجه تيجي في ذهنك ايه انا عايز اعمل علاقه بين اي 1 واي 2 او اي 2 اي 1 يبقى اللوب اللي يجمع بين مين ومين اي 1 واي 2 صح لا لا ليه لان انت قايل مش انت عايز اي مش اي كي سي ال رحت عامل الكي سي ال بص هنا بقى ازاي تجيب علاقه بين اي 1 واي 2 اما اشيل اي 3 واحط بقى ايه يا اما اعمل علاقه بين اي 3 واي 1 يا علاقه بين اي 2 اي اي 3 عشان اشيل اي 3 من هنا واحط مكانه يا اي 1 يا اي مش اللوب ده سهل قوي هم عملوا كده والله هم فكروا كده وطولوا المساله اهو قشطه ده سهم احمد سمير الصغير اللي في الفيديو اللي فات لف مع لف اي لف اي لفه وحش يبقى البطاريه دي مع اللوب انما دي عكس اللوب صح بيساوي اي 2 ار عكس اللوب يبقى ماينس واي 3 ار مع اللوب يبقى بلس الحق يا الحق شوف ربنا كريم ازاي ودي ده زيرو خلاص يبقى اي 2 ار يساوي اي 3 ار الحق يعني اي 2 يساوي مين اي 3 صح ويبقى اي 1 بيساوي اي 2 بلس اشيل اي 3 واحط اي 2 كمان يبقى اي 1 ايكوال 2 اي 2 صح ويبقى اي 2 على اي 1 يساوي اي 2 على اي 1 يساوي 1 على 2 بعد قال لنا خلاص ماشي هي ايه وانا على 2 صح قال لي بص انا هعملها تاني قلت له ماشي قول عايز ايه قال لي بص انا هعمل ايه هكتب زيك اي 1 بيساوي اي 2 بلس اي 3 هنا اهو اهو اي 1 بيساوي اي 2 بلس اي 3 جدع قال لي وبعدين هاخد اللوب الكبير ده بقى قلت له ماشي عشان تاخد اللوب الكبير ده هيطلع 2 في بي صح ماينس في بي صح يعني هيبقى في في بي ولا لا ولا ايه انا بقى ممكن اعمل لك حاجه تانية لو انت عاوز يعني حل تاني يعني لو انت عاوز مش من هنا يطلع اول ايكويشن اي 1 ماينس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال 0 ادي اول ايكويشن في اللوب ده يلا 2 في بي
2VB minus VB يطلع ايه؟ VB بيساوي I1 في R plus I2 في R ولا ايه؟ اكتب الايكويشن دي ازاي؟ مش دي R ودي R؟ يبقى I1 واحدة R كأنها واحدة R ها زائد I2 زائد 0I3 صح؟ تساوي ايه؟ اللي هي في بي. يلا اللوب اللي تحت ده اي حاجة اي حاجة في بي ماينس في بي يدي كام؟ زيرو بيساوي نيجاتيف اي 2 ار بلس اي 3 ار صح؟ يبقى زيرو اي 1 ماينس عامل الارب 1 ماينس اي 2 بلس اي 3 ايكوال كام؟ على الكالكليتر مود 3 2 equation 2 يلا 1 equal negative 1 equal negative 1 equal 0 equal 1 equal 1 equal 0 equal 1 equal 0 negative 1 1 0. اول x اللي هي i1 طلعت بكام؟ 2 على 3. تاني واحدة i2 طلعت بكام؟ خلاص هاي 3 وانا على 3 اكيد وانا اكيد اكيد وانا على 3 حلو مش ال1 على 3 نص ال2 على 3 اللي عايز يحل يعني اللي عايز يعني هيفكر ويحل ويشوف which combination of the following resistor gave equivalent resistance of value r هو عايز الايكويفالنت ايكوال ايه عايز اي شكل من دول يدي r وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الغي الغي ما يديش ار بسم الله الرحمن الرحيم ليه عشان دول بارلل لار يعني مهما كان معاهم بارلل ليه وبابا احمد سمير قايل لك في البارلل يدي اصغر من اصغر صح يعني اكيد ار ايكويفالنت اصغر من ار مش الار دي فرع لوحدها يبقى اكيد ار ايكويفالنت اصغر من ار والغي دي ليه عشان مهما كان ده هيتعمل سيريس مع ار يدي اكبر من اكبر وبالتالي اكبر من ار يبقى ما قداميش غير دي دول 4 ار ودول 6 ار 4 في 6 على 4 زائد 6 لا يدي 2.4 ار صح يبقى اكيد دي مش ده مش عارف مش هحل دول المساله دي جت في امتحان اخر السنه دول 4 ار 4 ار مع 4 ار بارلل يعملوا 2 ار 2 ار مع 2 ار بارلل يعملوا ار فعلا وتبقى الاجابه بي اللي بعده in the opposite السلام انا بص انا 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 مش عايز احلها يا جماعه وحلينا عليها كتير قوي انا عايزها لوجيك ليه عشان اقسمت بالله العلي العظيم يمين احاسب عليه امام الله المساله دي لما تيجي في امتحان هو ما بيحط لهاش وقت انك تحلها بالارقام فانت تخرج تقول ايه بقى امتحان صعب وطويل ولو كان ساب لي وقت كنت حليت وزهنك يا عيني تعب ما هو كل حاجه بتفكر 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 تتعب طبعا تخيل كده لو كل مسائل الفيزياء بتاعت الواجب صعبه هتمل وهتزهق وتركيزك هيقل انما حاجات ماشيه وحاجات مكلكعه اهو بتقول وتعلم في الاخر وهنعمل صح عشان طاقتك ما تخلص هو لما يجيب دي في الامتحان مش جايب لها وقت تحلها بيقول لك ايه هيحصل ايه للقرايات لو قفلت ده صليت على النبي نوبك ثواب عليه افضل الصلاه والسلام استغفر ربنا كده حبيبي هو لما اقفل ده مش ده بقى فرع فاضي فبقت الريزيستنس دي بزيرو قوم الفي يبقى بكام ليه لان اي ار محتاجه في عشان تمشي اي مفيش ار ما يحتاجش في ادي واحد اتنين مش دول كانوا اتنين ار واتنين ار بارلل يعملوا ار دلوقتي بقوا بزيرو يعني ار السيركت قلت ار ايكويفالنت للسيركت قلت ولا ما قلتش يبقى اي مين ماله يعني الاي اللي ماشي هنا زاد والاي والفي هنا بيساوي اي في 2 ار 2 ار ثابته واي زاد مش دي الحاله الوحيده اللي الفي بيسمع كلام الاي لما الار تكون ثابته
يبقى في ده يزيد. طب هنا في 3 ده بيساوي في بي ماينس اي في ار بلس ار، دول ثوابت، وده زاد لما اللي ورا الماينس يزيد الناتج ايه؟ بلاش. هو مش الفي اللي خارج من البطاريه ده خارج يصرف عليها؟ لما الريزيستنس بتاعت الدايره، فاكر ماما بطاريه البيت بتشيل فلوس داخليه وفلوسك، وانت فلوسك ثابته والباقي بيخرج لاخواتك، لما مشاكل اخواتك تقل مصاريف ماما تقل كمان، صح ولا لا؟ يبقى انا هنقي اللي فيها في 1 بقى بزيرو، عندي اجابتين بزيرو، يبقى دي لا ودي لا خلاص. في 2 انكريز، في 2 انكريز يبقى عايز نحلها لي للاخر، ها في 3 ديكريز، يبقى هو كل بص الاجابه ايه، الاجابه ايه وسي زي بعض بالظبط ما عدا في مين، ها تاني بيكمس زيرو، في 2 انكريز، في 3 ديك ايه. انا عارف حبيبي والله، انا واخد بالي ان الاجابه في الاخيره، بس ما انا قاعد اقول لهم كده، عايز يقول لي بص الاثنين زي بعض، لا انا بقول لهم ايه دي زي دي هنا، فاضطريت اجاوب دي. اهي انت بتقول لي دي، يبقى هي دي بس خلاص ما فيش غير، لان دي ديكري وهي مش ديكري، خلاص بقى ما فيش وقت، يبقى الاجابه ايه؟ ايه زعلتوا؟ اجابه ايه بس، فهمتوا عامل ايه؟ مش تحل كله، مش جايه وقتها دي. بيقول لي الكتريك سيل اوف انون اي ام اف، ماشي انون حلو، كونكتد تو ريزيستنس ار 1 هنس ذا انتنسيتي باسنج كارنت كذا فيجر 1، دي جت في امتحان، وريبليسنج ريزيستنس ار 1 على نفس الايه البطاريه، بيقول لي الكارنت بقى كذا، سو ذا اي ام اف اوف سيل. حاضر بابا احمد سمير قايل لك اكتب اللي انت عارفه يطلع اللي هو عايزه، صح؟ ماشي. هنا هقول له في بي بتساوي ها نص في 5 بلس ار انترنال، انا ما اعرفش ار انترنال بكام يا مستر، ما قاليش، هنشوف. وهنا نفس الفي بي، هو ما غيرهاش، هو غير دي بس فالقرايات اتغيرت، يبقى في بي بيساوي 0.3 في 9 بلس ار انترنال، مش الفي بي هي الفي بي، يبقى ده هو ده ليفت ايكوال ليفت، يبقى رايت، يبقى 2.5، 2.5 دي 0.55 بلس نص ار انترنال يساوي 2.7 بلس 0.3 ار انترنال، ودي دي بالماينس 0.5 ماينس 0.3 يطلع 0.2 ار، ودي دي بالماينس 2.7 ماينس 2.5 يطلع 0.2، مش ده يروح مع ده تطلع ار انترنال بكام؟ عوض في اي حته بقى 1 او هنا 5 بلس 1 6، 6 في نص ب 3 فولت، في 3 فولت، في 3 فولت، طب عايز اعوض هنا يلا 10، 10 في 0.3 في 3 فولت برضه، مساله حساب مش اكتر. 4 ايكوال ريزيسترز، ماشي الواحده بار يعني ماشي، connected together in the following so the correct arrangement، correct arrangement مش هو انا من الليست from the least من الاصغر الاكبر، بص يا ابني هو اصغر واحده دي اكيد، R4 دي اصغر واحده، اصغر حاجه، اشمعنى؟ عشان R و R و R parallel مع R واحده، فتطلع اصغر من اصغر ار، يعني اصغر من ار، يعني ار ايكويفالنت هنا اصغر من ار، واتنين مش دي اتنين اكبر واحدة، اشمعنى؟ عشان سيريوس والسيريوس اكبر. اقوم اعمل ايه؟ ابص على الاجابات، لو لقيت اكبر واحدة تو في غيرها، في غيرها بتحل في ايه بقى؟ بتحل في ايه انت؟ طب لو لقيت اتنين اكبر واحدة تو، بص على اصغر واحدة، لقيت بقى ابتدي حل، فهمت امتحان الفيزياء تعمل ايه؟ اوعى تمسك ورقة وقلم وتقعد تحل كل حاجة، انت متأكد ان اكبر واحدة تو صح؟ بص على الاجابات 1 لا مش اكبر واحدة، 4 مش اكبر، بس الكلام ده لو انت ايه بقى؟ حديد قلبك مذاكر وتمام، مذاكر بكونسبت علمي مش شعبولة.
فهمتوا يجيب سؤال زي ده في الامتحان ليه؟ ليه؟ عشان يضاع بيه وقت ويزنقك بقى في سؤال تاني انت بقى واخد راحتك. اي 1 ايه العبط ده؟ اي 1 بيساوي في على 11 ار بلس ار انتر. اي 2 نفس الفي بس على 6 5 زائد 1. بجد؟ اه والله. عايز اي 1 على اي 2. انا بقى بعملها بطريقه رابعه ابتدائي على مهلي عشان عارف طبعا الريشو هاي ليفل بالنسبه لكم. في على 11 ديفايدد في على 6 يعني في على 11 في لما اقلب الديفايدد تايمز اشقلب ده 6 على في كانسل في على في يبقى 6 على كام؟ يلا اكيد 6 على 11. اللي بعده يا شباب الحمد لله ابلاينج كرشوف. حاضر. انا متاكد ان اي 1 داخل. يلا سام اوف اي ان ايكوال سام اوف اي اوت كي سي ال لو اوف كونزرفيشن اوف تشارج. اي 1 متاكد داخل ماشي يبقى اي 1. اي 2 كمان داخل سوري دي 3 بلس اي 3 اي 4 بلس اي 4 خلاص تمام اللي داخلين تمام ايش بتساوي اي 2 بلس اي 5 ادي اول فورم. تاني فورم ان اجيب دول بالماينس اي 1 بلس اي 3 بلس اي 4 ماينس اي 2 ماينس اي 5 ايكوال 0 او اجيب دول هنا بالماينس ها يبقى ماينس اي 1 رتبهم بس ماينس اي 3 ماينس اي 4 بلس اي 2 بلس اي 5 ايكوال 0. ممكن نرتبهم بس حاضر يعني ماينس اي 1 بلس اي 2 ماينس اي 3 ماينس اي 4 بلس اي 5 ايكوال وديت بس 1 2 3 4 عايز ايه بقى؟ اي 1 بوزيتيف اي 3 بوزيتيف اي 4 بوزيتيف يبقى اي 2 اي 5 نيجاتيف غلط. طيب طب لو دول اللي نيجاتيف دول بوزيتيف اه صح خلاص مش هكمل مش هكمل اللي بعده. التركه هنا ايه؟ ان 10 و10 بارلل يعملوا 5 ها 5 و0 يعملوا 0 ويبقى ار ايكويفالنت دول بارلل بس يبقى 10 على 2 5 اوم. عايز ايه بقى؟ بيقول لي ان ذا شو بجد يا مستر اه والله التركه دي بس يبقى 5 اوم. اللي بعده ان ذا اوبوزيت سيركت ذا فاليو اوف اي 3 اي 3 ده مش هو ده مش اي يبقى كي سي ال الاول صح. سمي الله بسم الله سمي النقط اي بي سي دي اي اف سهم احمد سمير الصغير حدد النوت حدد اللوبس افتي في الكرنت مش هعرف ليه عشان هو مديني كرنت افتي في اللوب يلا بينا هلف اللوب ده كده انا حر وهلف اللوب ده كده انا حر وانت عايز تلف عكس براحتك. حدد الانون اي 3 اللي هو يعتبر من الاي قشطه اه طالما اي يبقى هستخدم كي سي ال الاول وكي سي ال عند مين؟ عند النود اي. مين داخل؟ اي 1 ومين كمان؟ اي 2. مين خارج؟ اي 3. في اللوب ده يلا السهم ده معاه والسهم ده معاه صح؟ يبقى 8 زائد 4 يساوي ده زائد ده اي 3 في 0 اي 3 في 0 مش اي ار كمل مع بلس اي 1 في 10 بلس اي 1 في 10 الحق يبقى 12 بتساوي 10 اي 1 يبقى اي 1 1.2 امبير في اللوب ده ده مع وده مع يبقى 6 زائد 4 مع سهم احمد سمير يساوي اي 3 في 0 مفيش ريزيستنس بلس مع 8 اي 2 يبقى 10 بيساوي 8 اي 2 عايزة تتحل يبقى اي 2 10 على 8
يبقى 1.25 امبير. اجمع دول يطلع 1.2 بلس 1.25 يطلع 2.45 امبير. ده اي 3 2.45 امبير. اللي بعد يا شباب هانت هانت والله. In the opposite electric circuit when the key is closed the voltmeter reading becomes ده. طب اقول لك على حاجه دي بقى نشوف هو بيقول لي ايه هنا. بيقول لي انه هو مفتوح الاميتر كان ار 2 قشطه. يبقى في بي في بي بسرعه بقى اي مان فار ايكويفالنت بلس ار انترنال قشطه. في بي ما اعرفهاش اي مين كان باتنين. ار ايكويفالنت كانت بكام ما ده مفتوح 4 و 8 12 في ار انترنال لا قايل لي بزيرو. يبقى البطاريه ب 24 فولت قشطه قشطه. بعد كده بقى اي مين الاول ار ايكويفالنت لما اقفل بقى 8 و 8 4 4 و 4 سيريس دول بارلل ب 4 4 و 4 سيريس يبقوا 8 او اي مين يساوي 24 على ار ايكويفالنت يطلع 3 امبير. يبقى دي هتتحول ل 3 امبير صح قشطه. فالفي هنا بكام بقى؟ كان 2 في 8 ولا ايه؟ ب 16 فولت. دلوقتي 3 في كام؟ انت الفي بتساوي اي في الار بتاعتها. هي الاي 3 دي لما كان 2 كان كله ماشي هنا، انما لما 3 ماشي هنا كلها ولا هنا كلها ولا اتقسمت؟ يعني ماشيه في 4 يعني بقت 12 فولت ولا لا؟ لوجيك وطبيعي؟ لاني في البارلل ار بتقل بس الاي بتزيد يا مستر. برافو. بس تاثير الار على الفي اقوى من تاثير الاي على الفي ولا لا؟ بقيت ب 12 فولت. مستر انا عملتها بطريقه ثانيه. قول يا قمر مش دي بقت 3 يبقى دي 1.5 ودي 1.5. ما يا اما اي 1 ار 1 لعيال المذاكره يا اما اي 2 ار 2 يا اما اي كله ار كله ولا لا؟ اللي بعده الكوندكتور اوف لينث ال حاضر كروس سكشنال اريا 3A يبقى L1 L1 ب L A1 3A. هو قال كده is connected between potential difference V that the intensity I in it when the same potential difference is used يعني نفس ال V with a different conductor of same material يعني الرو is constant it was that the current intensity بقى 3I. يا سلام مش الاي بتساوي في على ار؟ مش لما هو الفي از كونستانت لما الاي يزيد ثلاث مرات الار تقل ثلاث مرات يبقى كاني ار2 بتساوي تلت ار1. حد فاهم؟ والنبي مش الاي زاد ثلاث مرات يبقى الار قلت كام؟ ثلاث مرات صح كده يا جميل؟ بيقول لي اللينس والكروس ال2 بقى على ايه 2؟ حاضر. استنى مش يبقى ار 3 ار 2 بيساوي ار 1 3 ار 2 بيساوي ار 1 يعني ار 1 على ار 2 بتساوي 3 على 1 صح. مش ده بيساوي رو ال اي على رو ال اي 1 2 1 2 2 1 شيل الرو مع الرو لانها قال سيم ماتيريال يبقى 3 على 1 يساوي ال 1 ب ال تمام. اي 2 ما اعرفهاش صح. ال سوري ال 2 ما اعرفهاش اي 1 ب 3 اي اقدر اكنسل ال مع ال ايه دي تمام تمام. عايز A2 على L2 لوحدها تساوي كام؟ أودي ده هنا بالمشقلب يبقى 9A على L صح؟ 9A على يعني L2 على A2 تساوي L على 9A. L على مين؟ يلا بقى نبتدي نشتغل. L على إيه هنا؟ بكام؟ يلا ب 2 ال على 18
الحق يعني الا على ناين ايه. انا عايز ايه؟ يلا ها، عايز ال2 على ال1 بال على ناين ايه. يبقى دي الاجابه وما كملش. تعالى هنا وريني 3 ال على 3 ايه، مش بال على ايه، هي ال2 على اي2 بال على ايه. طب هنا 18 ال على 2 ايه، دي 9 ال على ايه، هي 9 ال على ايه. مش وانا على 3 مع وانا على 3 تطلع ال على ايه برضه. يبقى الاجابه اللي تدي ال على 9 ايه هي دي الوحيده ولا لا؟ فهمت عملت ايه؟ التركه في المساله دي ايه؟ اني لما الاي زاد تريبل الريزيستنس قلت التلت ولا لا؟ لما الفي از ايه؟ ايوه كده. لو ما كانش قال الفي از كونستنت ما كنتش عارف احل المساله دي. اللي بعده ان ذا اوبوزيت فيجر في 1 على في 2. حاضر. في 1 ده في اللي خارج من البطاريه بعد ما البطاريه خدت حقها، يبقى في 1 يساوي في بي ماينس اي ار انترنال، صح؟ طب في 2 ده اي ار، يبقى في 1 على في 2 في بي ماينس اي ار على اي ار. اه والله، اه والله. نشوف في الاجابه دي، دي طبعا اي ار فوق، لا اي ار، لا في بي ماينس اي. ايه ده؟ ده هي الاجابه اهي. اقسم بالله العلي العظيم ده جه في امتحان اخر السنه السؤال ده، السنه اللي قبل اللي فاتت يعني 2021. ايه دور اول؟ اه يعني واللي كانوا بيقولوا صعب امتحان بفكره جديده. هو ده ايه؟ انا اكتب اللي انت عارفه يطلع اللي هو عايزه. يلا شباب ان ذا اوبست الكتريك سيركت، دي مساله جت اخر السنه 2021. بابا احمد سمير قال لك ايه؟ امشي ورا الاي، صح؟ سمي الفرع بالايه؟ بالاي. خدناهاش دي؟ يلا اي اهو، اي اهو. الكرنت بيفضل يمشي لغايه لما يلاقي حته اي 1 اي 2، هيمشي كده يقابل ده، صح؟ يبقى دول سيريس ب 18 مع ال 9 بارلل يعملوا 6. الستة ده هيكمل هنا ولا لا؟ مش ده هيقابل ده يرجعوا يتجمعوا هنا؟ يعني رجع اي تاني ولا لا؟ يبقى الاثنين دول بست، ستة مع التلاتة 9 لانهم سيريس. مش الكرنت بقى كاني دول كلهم، كاني ده كله بقى فرع واحد بكام؟ يبقى الاي لما جه هنا اتقسم 1 2 3 قشطه. الليله دي بتسعة وده ب 18 وده ب 6، يبقى 9 و 18 و 6 ايه يا ولد؟ الاول 9 و 18 بارلل يعملوا 6، 6 بارلل ل 6 يعملوا 3، يبقى ار ايكويفالنت ايكوال 3. يبقى اي مين 12 اللي هي في بي على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال 12 على 4 3 امبير. هو عايز ايه؟ اي 3 امبير. اللي بعده يا شباب 2 وايرز اوف سيم ماتيريال. حاضر. same material يعني الرو واحدة. if the diameter of the first diameter يعني radius equal 3 times يبقى 3R. لو R2 بكام؟ وقف وقف. لما الراديوس تريبل الراديوس تبقى الاريا، استنى يا مستر، الاريا باي R سكوير 3 سكوير ب 9، يبقى ده 9 ايه لو ده ايه؟ يبقى لو الراديوس دبل الراديوس يبقى الاريا 4 تايمز، تريبل الراديوس 9 تايمز عشان 3 سكوير باي ار سكوير. اند ذا ريزيستنس اوف ذا سكند اوف ذا سكند اوف ذا سكند، هي مش منطقي ليه؟ لان الدايمتر الكبير اريا كبيره فالمفروض ريزيستنس ايه صغير. نشوف ريزيست، ما اه اهي ما دي الريزيستنس صغير. ريزيستنس السكند فور ار لما ريزيستنس الفيرست ايه؟ هو قال كده ذا سكند از فور تايمز ذا ريزيست، سو ذا لينث اوف ذا سكند عايز ال2. ار1 على ار2 بتساوي رو ال ايه
على رو ال اي 1 2 1 2 2 1 كنسل عشان ده نفس الرو. يبقى ار على 4 ار صح؟ ار على تساوي ال 1 ما عرفهاش ولا ال 2 ما عرفهاش في اي 2 ب اي على 9 اي صح؟ كنسل اي مع اي يبقى ال 1 على ال 2 هات ال 9 هنا 9 ار على 4 ار كنسل ار مع ار. هو بيقول لي سو ذا لينس اوف سكند عايز ال 2 يبقى 9 ال 2 بيساوي 4 ال 1 يبقى ال 2 بتساوي 4 على 9 من ال مين؟ يبقى دي 4 على 9 من ال 1 4 على 9 من ال 1 اللي بعده يا شباب 4 ايكوال ريزيستنس equal كله R برضو connected together so which of the following figure give the least برضو مكررة دي least other of R4 other one بجد يا مستر gives the full كذا دي ليه طب ليه مش دي لان دول R و R و R و R parallel parallel يعملوا نص ونص يدوا R طب ليه مش دي عشان R و R و R و R دول اتنين ودول اتنين اتنين واتنين parallel يعملوا R طب ليه مش دي R و R الاول باتنين R زائد نص R و R بنص يبقى دي اتنين ونص R دي اكيد اصغر ليه عشان R و R و R series يعملوا تلاتة R تلاتة R مع R parallel يعملوا ايه اصغر من R يبقى الاجابة دي ولا هو مش عايز بكام هو بيقولك اصغر واحدة كام يبقى مديها لك وقت تحل طب بلاش بديك وقت تحل ذهنك لما تحط حل كل حاجة رتن مش لوجيك هيبقى فيك حيل لو في سؤال يتطلب تفكير او صبر تحل اللي رايح الامتحان يذاكر مش رايح مذاكر بيقول لك دي برضو جت اخر السنة according second law اللي هو KVL او law of conservation of energy اللي بيقول sum of sources equal sum of consumers ماشي في اللوب ده عينيا سهم احمد سمير الصغير احمد سمير بيلف مع البطاريه الكبيره مش عاجبك لف اللي انت عايزه سهم البطاريه دي معه يبقى 12 سهم البطاريه دي عكس ماينس 8 يساوي i1 في 2 2i1 مع يبقى بوزيتيف وده عكس ماينس i2 يبقى 4 يساوي 2i1 minus i2 زي الفل تعال نبص على الاجابات مش هتلاقي 3i1 minus i3 يا عم دي ما فيهاش خالص 2i1 صح لا لا ليه لان المفروض دي 2i1 minus i2 minus 4 equal 0 ودي الدبل ماين يبقى دي plus i2 لا 2i1 minus i2 ما minus 20 ايه يا عم احنا طرحناهم مش جمعناهم 2i1 ها minus ايه حلو قوي ها هي دي minus 4 ولا plus 4 يبقى البلس دي هو انا قدامي غير دي جات ازاي انت قدامك غيرها لو انت حلل بيقين بيقين يلا بيقين هتقول لا ولا واحدة في دول تنفع تبقى دي الإجابة ولما يبقى عندي واحدة بقى أتأكد أوريك هو مش I1 وI2 داخلين هنا خارجين I3 يبقى I1 plus I2 equal A الإيكويشن دي ما فيهاش I2 يبقى شيل I2 يا عم يبقى I2 بيساوي I3 minus مين عوض هنا يبقى 2I1 minus bracket شيل I2 حط I3 minus I1 minus 4 equal 0 يبقى 2I1 minus I3 plus I1 minus 4 equal 0 2 plus 1 3I1 minus I3 minus 4 equal 0 هي دي الإجابة ولا لا اللي بعده يا شباب in the circuit shown in the figure ماشي هو قال ان i3 نيجاتيف 2i هو قال
هات لي الكرنت اللي ماشي في ار 3 اللي هو اي 3. هو اي 3 في حاجه غير اللوب ده؟ والله انا ما هكمل فيه. يبقى اللوب ده ما فيهوش غير بطاريه واحده بكام؟ بتساوي 10 اي 1 صح؟ اللي مع اللوب بلس ها 40 اي 3. شيل اي 3 او شيل اي 1 اي حاجه، يبقى 10 هيساوي 10 اي 1 بلس 40 في. شيل اي 3 حط ايه؟ نيجاتيف 2 اي 1. يبقى 10 هيساوي 10 اي 1 ماينس 80 اي 1 صح؟ يبقى دي 70 اي 1 بس بالنيجاتيف بيساوي 10. يبقى اي 1 بيساوي 10 على 70 بالنيجاتيف، يعني نيجاتيف 1 على 7. يبقى اي 3 بيساوي نيجاتيف 2 في نيجاتيف 1 على 7، تطلع نيجاتيف مع نيجاتيف 2 على 7 امبير، 2 على 7 امبير. والتاني قال لي لا يا مستر اصلك شلت اي 1 ومش عارف ايه، انا عايز اشيل بقى ايه؟ شلت من انا اي 3، انا عايز اشيل اي 1. شيل اي 1 تحط ايه؟ اي 3 على نيجاتيف 2 يعني هنا، وعوض هتطلع هي هي. اللي بعده جميل، هانت والله هانت، معلش يلا. In the opposite figure when the key is closed, so the reading of a meter. انا مش هحل يا جماعه، انا عيب عيب احل. لما اقفل ده مش الاول وانا فاتح كانت الكهرباء ماشيه كده 1 امبير اهو 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 صح؟ قشطه. يعني كان في 2 و4 فريزيستنس كبيره فكرنت كان صغير. لما اقفل ده مش دول بارالل؟ يبقى ار ايكويفالنت هتقل فاي مين هت ايه؟ كانت 1، يبقى اكيد هتبقى اكبر من 1 ولا لا؟ امتى ابتدي احل؟ لو في كذا اجابه اكبر من 1 في 2 اكبر من 1، يبقى الاول لغينا دي ولغينا دي، صح ولا لا؟ بس انا عارفها. عارفها ليه بقى؟ انا عارف الاجابه والله. ليه؟ هو لما كان 1 امبير كان ايه؟ 1 امبير كانت الريزيستنس كام؟ 6. هي الريزيستنس بقت 3 عشان الكرنت يبقى 2 امبير، يبقى الاجابه 1.5. هي الريزيستنس قلت النص. طبعا لو كان في ار انترنال ما كنتش اعرف اعمل كده يعني، ها كنت بقى لازم احسبها. انما انا عرفت هنا ولا لا؟ اما اللي مش عايز يعمل كده وعايز يمشي اكاديميك قوي عينيا، في بي تساوي اي مين 1 في ار ايكويفالنت 2.4 زائد ار انترنال بزيرو يطلع 6 فولت. ماشي، ال 6 فولت دي في بي، يبقى اي مين بيساوي 6 على، بعد ما اقفل بقى 6 على 4 لان في 4 بس عشان الاثنين وزيرو يدي زيرو. اللي بعده انا بوريك يعني ايه تحل امتحان. تالت عاشر، that arrange the figure according to their equivalent resistance. اصغر واحده 4، اصغر واحده لا، هنا بقى لا. ليه؟ عشان طب اكبر واحده 2، يبقى اكبر واحده 2 اكبر من اي حاجه عشان سيريس، يليها 1 ولا ايه؟ نبص في الاجابات، لقيت غير كده ابتدي احل ولا لا؟ اكبر واحده 2 يليها 1، 2 يليها 4، الكلام ده تمام؟ يبقى اكبر واحده 2 يليها ايه؟ خلاص مش هكمل اجابه، مش هكمل خلاص. لو عايز نكمل دي 2R وR، يبقى 2R في R على 2R زائد R يطلع 2 على 3R تلتين R، إنما دي تلت R، يبقى يليها R4 يليها R مين؟ 2 أكبر واحدة
1 4 3. اللي بعده, in the opposite circuit the correct equation is, وانا مش عارف ماشي اي 1 واي 2 واي 3 ماشي, i1 + i2 = i3, i1 + i2 = i3, يبقى i1 + i2 - i3 = كام؟ بجد اه والله i1 - i2 غلط, نيجاتيف i1 مع نيجاتيف i1, i1 + i2 + i3 لا دي اكيد غلط. طب i1 - i2 positive غلط ليه؟ لاني لما i1 positive i2 positive يبقى i1 negative i2 negative, i1 positive i2 لا غلط لا غلط. اعدلها ازاي؟ هاتهم هنا الناحيه الثانيه, يلا هاتهم هنا, يبقى نيجاتيف i1 - i2 + i3 = ايه؟ او اضرب في نيجاتيف يا اخي, مع ان المساله لا تحس انها ايه, هات لي i1 و i2 i3 صح؟ in the shown circuit, in the shown closed circuit, when the value of resistance is increased, ياما بقى دي s increase بالترتيب, s increase, R equivalent increase, I mean decrease. So V1 اللي بيساوي I في RS, S زادت وI قلت ولكن تأثير الـ R على الـ V أقوى, فV1 يزيد V2 بالبلدي كده هيزيد. هي مش مشاكل بره زادت البطارية تدفع اكتر ولا لا, ده اللوجيك. طب اللي مش لوجيك عينيا, هي مش اي ار ايكويفلنت, صحيح الاي ال بس الار يسمع كلام الار بلاش, هي مش في بي ماينس اي ار انترنال, مش الاي ال لما اللي ورا الماينس يقل الناتج, لا مش الفي بي هو اللي هيزيد, او النبي محدش قال لي بس كاتب الفي, الفي هي يبقى يزيد يزيد ولا لا, بوس انكريز. اللي بعده, ان ذا شون اف اي 3 ايكوال 2 امبير, اي 3 اللي هو ده يعني 2 امبير, عارف لو ما شفتش الجيفن ده اقسم بالله المساله طلاسم طلاسم ماشي, عايز اي 2, هو انا ممكن اعمل حاجه حلوه, مش انا قلت لك ما تلجاش لللوب الكبير الا اذا اضطريت؟ طب ما انا اضطريت اهو, اشتغل اللوب الكبير اللي فيه اي 3 ده, وكاني ده انا مش شايفه اصلا ولا لا, قشطه بطاريه بطاريه تمام, السهم ده مع البطاريه 18 والسهم ده مع البطاريه ولا ايه, يبقى بلس 21 ايكوال 12 اي 3 12 اي 3 مع اللوب, قشطه هنا 3 و 2 5 اي 2 ولا ايه؟ بلس 5 اي 2 دول 39 ايكوال 12 في 2, مش هو قال لي اي 3 5 اي 2 دول ب 24 يروحوا هنا 15 يساوي 5 اي 2, الحق ايه ده بجد؟ اه والله بجد, انا مالي انا مالي انا, يبقى ده ب 2 امبير قشطه وده 3 امبير صح اهو, هو عايز اي 2 انا عارف, انا عايز اجيب اي 1 زياده انا حر. طب مستر انا ما عملتش كده, انا اشتغلت اللوب ده الاول جبت اي 1 وبعدين جمعت اي 1 مع اي 3 ادتني اي 2 صح, واحد تاني قال لي لا انا اشتغلت, ما ينفعش هو ما ينفعش اشتغل اللوب ده عشان في 2 انون, قال لي لا اشتغلتهم اشتغلت اللوب ده, قلت له يا ابني ازاي, قال لي شلت سبت اي 2 زي ما هو وشلت اي 1 حطيت ها اي 1 بلس اهو اي 1 بلس اي 3 ايكوال اي 2, مش انا في اللوب ده عندي اي 1 شلته وحطيت اي 2 ماينس اي مين واي 2 اي 3 ده عندي صح جدا. طب خلاص او 3 ايكويشن ليه اعمل 3 ايكويشن اما هي من ايكويشن واحد 3 امبير, اه بص نفس الفئه يقول لي اعمل 3 ايكويشن, اعمل 3 ايكويشن يعني عندك وقت انت.
In the shown three electric circuit 1, 2, and 3, which one of the following relation is correct? حاضر. 1 الأول R و 0 يدي 0 ويبقى I1 بيساوي VB على R ولا إيه؟ هنا I2 يساوي VB على R و R series 2R yes. I3 يساوي دول parallel بنص مع ده يبقى 1.5 يبقى VB على 1.5 R أعلى I عند أقل R أظن باين 1.2 1.5 يبقى أقلهم دي يبقى I1 أكبر واحد يليه كل ما الأر تزيد 1.5 أكبر ولا 2 2 أكبر يبقى 1.5 أصغر يبقى I3 يبقى I1 يليه أصغر واحد مين بص يا عم إيكوال لأ I1 أكبر من I3 خلاص خلاص طب I2 أكبر لأ طب I3 أكبر لأ A current of I intensity pass through a conductor of length L and cross sectional area A when the battery is it changed T بطارية مشيت I هنا في السلك ده اللي الواير هنا اللينس بتاعه L والاريا بتاعته A اوكي اوكي شلت البطارية دي حطيت بطارية تانية مشيت 3 I 3 مين ايه اللي جرى للاريا ولا حاجة ولا حاجة يعني لما انا حطيت بطارية تانية السلك وسع امال ايه اللي زود I يا مستر انك حطيت بطارية اكبر اكيد انا مالي يعني السلك ده انت قرته طب الاريا يعني عرفته بقى قاعد اصر اقول ان الار ديبندس اون على ال الار انفرسلي مع الاريا يعني ايه يعني لما الاريا تتغير الريزيستنس تتغير مش لما الريزيستنس تتغير السلك يوسع هنا حضرتك شلت البطاريه حطيت بطاريه اقوى دخلت 3 اي والسلك هو هو يبقى الاريا جرى لها ايه ولا حاجه فضلت ايه ولا لا اخيرا خلصنا شابتر 1 يا شباب شابتر 1 خلص إن شون كذا if the reading of voltmeter V3 ده يا ابن اللعيبة تركة جامدة تركة صايعة يقول ايه V3 ده 0.8 فولت على مهلك بقى مش ال V هنا IR يبقى 0.8 يساوي I في 2 يبقى ال I ب 0.4 أمبير 0.8 على 2 كسبت ايه نرجع نبص البطارية بقى واحد نيجاتيف نيجاتيف بس يا عم استنى واحد بيدي واحد بياخد الكبير بيدي والصغير بياخد واللي بيدي بيدي الا واللي بياخد بياخد وي ها يبقى العشرة اكبر من الثمانية يبقى العشرة سهمها خارج خارج ليه يا مستر عشان تقول لي في بي ماينس اي ار انتر في 1 داخل بتاخد كهربا عشان تقول لي في بي بلس اي ار طبعا دي 2 دي 1 في بي 1 بكام ب 8 بلس اي 0.41 يطلع 8.4 فولت لوجيك تاخد 8 وي دي 10 ماينس اي 0.4 في 2 تطلع 0.8 من 10 يعني 9.2 فولت 10 ال صح لو ما كانش اداني ده كنت عرفت دي يعني الجيفن ده لو انت مش صاحي مش هتعرف في 1 في 1 8 وي استنى بس 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 اكيد مش 10 صح والنبي ومش 8 الا عشان انت شاطر عارف ان الصغير هو اللي بياخد واللي ياخد بلس واكيد مش 4 يعني وفي غيرها واحد ابوكم وانا جبت في 1 وفي 2 طبعا طب لو عايز احلها بدي عينيا هيطلع اجابتين هنا لا يبقى الحلها في 1 احسن ولا لا ومحدش بعد اذنكم يستسهل ولا يستصعب الاسئله ليه لان الامتحان مش سؤال وبس الامتحان الفيزيكس زي ما قلنا في 2021 برضو وانت هتطلع تقول امتحانك صعب ده مش دليل لا الامتحان صعب ولا سهل
الامتحان الفيزيكس مش اسئله وبس، اسئله ومود وتركيز وحاله نفسيه وكل حاجه. اتفقنا؟ بسم الله. بيقول لي ايه؟ بيقول لي كابر واير اوف يونيفورم كروس سكشنال اريا، ماشي، ات از ري شيبد. اظن حلينا بقى كتير. يعني ايه؟ هنا ري شيبد مش معناه السلك ري شيبد، لا، مش اعيد تشكيل السلك. هندسه اهو، قال لك ايه؟ از ا ريكتانجل، يعني اتصمم كريكتانجل، مش بقى اتسحب ودرون وري شيبد والاريا قلت والاريا زادت، لا، بحيث كي واي اكس ام، ماشي، اتس لينس دبل اتس ويدث. حلو، اتس لينس دبل اتس ويدث، يبقى لو اللينس ب 2 ار الويدث ب ار. حلو، واللينس هنا ب 2 ار يبقى الويدث ب ار. تمام، شكلناه بالشكل ده. تو اوبتين ذا لارجست الكتريك ريزيستنس، عايز اعلى ار ايكويفالنت. اعلى مين؟ ار ايكويفالنت. سو ذا الكتريك سورس شود بي كونكتد بتوين. خلي بالك ان ار السلك، ار السلك، نفرد السلك يبقى 2 ار زائد ار زائد 2 ار زائد ار. ار السلك مش هتفرق اذا كان سكوير ولا ريكتانجل ولا ترانجل ولا اقل حاجه، طول السلك كله ريزيستنس كام؟ يبقى 2 ار وار 3 ار 4 ار 6 ار كله. تمام، 2 و 2 4 1 1 يبقى 6 ار. ده ار السلك. لما شكله بقى على شكل ايه؟ سكوير، على شكل ريكتانجل. هو الريكتانجل. طب يلا ادخل الكهرباء منين؟ اخرجها منين؟ ساعتها ار ايكويفالنت هتتغير ولا لا؟ مش ار السلك، ار ايه؟ ايكويفالنت. حلو، انا هقول هدخل الكهرباء من ايه؟ جميل، لو خرجتها من واي، يلا بينا، كرنت هيجي هنا يتقسم. كرنت بيفضل يمشي لغايه لما يلاقي حته يخرج منها، قلنا الكلام ده كم مره؟ يبقى ده اي 1 وده اي 2، اي 2 اي 2 صح؟ يبقى سن القلم ما اتشالش، يبقوا دول سيريس، واللي يطلع مع ده بارلل. ار و2 ار وار 4 ار، 4 ار بارلل مع 2 ار، يبقى في كي واي ار ايكويفالنت تساوي ها 4 ار في 2 ار على 4 ار زائد 2 ار، تطلع 8 ار سكوير على 6 ار. كنسل ار مع السكوير يبقى 1 وتلت، اللي هي 4 على 3 ار، دي ار ايكويفالنت. يلا ادي كي واي كي اكس. تمام، دول 3 ار ودول 3 ار صح؟ يبقى كي اكس ار ايكويفالنت، مش دول 3 ار ودول 3 ار قرر اللي بعض، يبقى 3 ار على 2، يبقى 3 على 2 ار. تمام، كي وام دول ايه؟ ها سيريس بكام؟ 2 وار و2 ار، يبقى 5 ار مع ار. اكيد الناتج هيطلع اقل من ار ولا لا؟ تمام، يبقى ار ايكويفالنت في كي ام تساوي 5 ار في ار على 5 ار زائد ار، يطلع 5 على 6 ار. حلو، تعال نشوف الاجابات كده. هو عايز كمان ام، بصوا هنا ام كي، فين ام كي دي؟ يلا ام كي، ما هي كي ام. حلو، حسبناها لقيناها 5 على 6 ار. كي واي، كي واي لقيناها 4 على 3 ار. اكس واي ما حسبناهاش، فين اكس واي؟ اكس واي ولادي يا ولد زي كي ام ولا لا؟ اوريك، لان ولادي عارفين لو عايز اصغر ريزيستنس خلي اصغر فرع لوحده، لو عايز اكبر ريزيستنس حاول تخلي اكبر فرع لوحده او فرعين وفرعين، صح ولا لا؟ مش كي، مش اكس واي اهي، دول سيريس بخمسة ار بارلل مع ار ولا لا؟ خمسة ار بارلل مع ار كانها كي ام، يبقى برضو خمسة على ستة ار. كي اكس، كي اكس تلاتة على اتنين ار. حلو، هو عايز اكبر ريزيستنس،
حدش يقول لي بقى المستر شرح المساله في 3 4 دقايق امال احنا كنا هنحلها في قد ايه. لا يا حبيبي، انا بشرح المساله مش بحل المساله، بشرحها للي ما كانش فاهمها. فاهم كلامي كده؟ متهيألي واضحين بقى في كل الريفيجن وكل الكلام ده. طيب يبقى اكيد هو عايز اكبر ار ايكويفالنت، يبقى اكيد الاجابه كي اكس. اللي بعده يا شباب، السؤال اللي جه بعد كده في امتحان 2022 فاكرين ولا ايه؟ يلا بيقول لي اس ذا فاريبل ريزيستنس اس هيحصل لها ايه؟ ها انكريزنج. ايه اللي هيحصل لو عملت انكريزنج للفاليو اوف اس؟ يبقى الاس دي هتزيد، يبقى ار ايكويفالنت لدول هيزيد. ولما ار ايكويفالنت 1 يزيدوا ار ايكويفالنت توتال ايه؟ يبقى لما ار اس تزيد دول ار ايكويفالنت 1 اللي عباره عن ار بلس اس هتزيد، فتبقى ار ايكويفالنت كلها هتزيد، فالاي مين هيقل، صح كده؟ تمام. قول لي ايه اللي هيحصل؟ which is choices is the correct change in the reading of voltmeter v1 and v2. متهيألي يلا هنبص على بس ايه الملزمه، اهي ملزمه الواجب، الشرح جميل عشان في رسومات بس يا جماعه عايزه تتعدل هعدلها معاكم. هي تلاقيها على الرسمه بس مش باينه داخله جوه جوه الدايره دي، اسمها V1 ودي اسمها V2. V1 V2 تمام. ايه اللي هيحصل لكل من V1 و V2؟ V2 ده مش بيساوي I مين R equivalent 1 اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن R plus S. R ثابته وإس زادت، فآر إكويفلنت 1 تزيد بالرغم من آي مين هت إيه؟ هتقل، لأن الفي يسمع كلام مين؟ يبقى في 2 ده أكيد زاد. طب في 1 بيساوي إيه؟ في 1 ده بيساوي في بي ماينس آي آر إنترنال، ولا إيه؟ اللي خارج من البطارية ماينس البطارية خدته لنفسها. مش الآي قلت؟ لما اللي ورا الماينس يقل الناتج كمان ايه؟ ادي طريقه، الطريقه الثانيه يا ولد، مش في 1 ده عباره عن اي ار ايكويفالنت؟ في 1 ده عباره عن اي مين ار ايكويفالنت، صحيح اي مين ايه؟ بس ار ايكويفالنت ايه؟ يقوم في 1 يسمع كلام مين؟ حلو قوي تمام. الطريقه اللوجيك والطبيعي، مشاكل بره زادت، اللي خارج من البطارية ايه؟ هيزيد. تمام تمام يا شباب، يلا يبقى الاتنين انكريز وتبقى الاجابة ايه. اللي بعده خدناها كم مرة دي يا شباب الريوستات؟ طيب برضو صلحوا معايا في الملزمة في السؤال رقم 3 في 2022، ده الاميتر يا شباب، ده الاميتر بيقول لي ايه؟ هات لي قيمة في بي دي، دي هات لي قيمة في بي دي. حلو، لو قرايه الاميتر اللي تخلي قرايه الاميتر فانيشز يعني زيرو. حلو، سهم احمد سمير الصغير اهو اهو، انا عايز قيمه البطاريه دي. حاضر، انا هفترض سمي الله بسم الله، سمي النقط A B C D E F. انا هفترض ان ده I1 ماشي كده، حلو، وده I2 ماشي كده، انا حر، وده اي 3 ماشي كده، انا حر، انا حر يا جماعه، مساله كاتشف عاديه. وين اي 3 ايكوال زيرو، مش هو عايز قراءه الاميتر ايكوال زيرو؟ وين اي 3 ايكوال زيرو، مش اي 1 يساوي اي 2؟ مش اي 1 هنا يساوي اي 2 بلس اي 3؟ ام لما اي 3 بزيرو يبقى اي 1 يساوي اي 2. في اللوب ده بقى، في اللوب ده اهو، ده
6 تساوي 6 فولت تساوي مع اللوب I1 في R I1 في R ولا ايه؟ الـ I في الـ R بتاعتها بلس I2 في كام يا سيدي؟ 3 R حلو يبقى 6 equal I1 R بلس ها I2 3 I2 R صح مش حضرتك عارف ان I1 equal I2 يعني اقدر اشيل دي واكتب I1 ولا لا ليه لان I3 equal 0 في I1 equal I2 يبقى 6 يساوي 4 I1 R حل 4 I1 R يبقى I1 R يساوي 6 over 4 6 over 4 تعالى في اللوب ده بقى يلا VB اللي انا عايزها تساوي I3 انا همشي كده انا همشي كده نيجاتيف I3 لانها عكسها في R ما هو نيجاتيف I3 ده و I3 بزيرو خلاص يبقى دول بزيرو مش I3 هو الدهولك بزيرو يبقى زيرو بالبوستيف او النيجاتيف يفرق معاك equal I2 في كام؟ في 3R I2 في كام؟ في 3R مش I2 equal I1 يعني اقدر اكتبها 3 I1 R اقدر ولا ما اقدرش؟ اقدر اشيل I1 R واقول له 3 في اشيل I1 R بكام؟ 6 على 4 ها يبقى 18 على 4 يطلع 4.5 فولت تمام يا شباب مستر طب معلش ممكن اشتغل اللوب الكبير ده؟ يلا وريك تشتغل اللوب الكبير ازاي بس بعد ما جبت ان I1 R بتساوي 6 على 4 صح من اللوب ده يلا اشتغل اللوب الكبير يا جميل في بي اهو اشتغل اللوب الكبير ده يلا سهم اهو سهم اهو في حاجه صعبه كده يبقى في بي مع اللوب 6 عكس اللوب يبقى ماينس 6 equal I3 اللي هو بزيرو في 2R احنا قايلين ان ده I1 كده صح ولا لا I1 كده مع اللوب ولا عكس اللوب عكس اللوب يبقى نيجاتيف I1 في R تمام يبقى VB minus 6 يساوي نيجاتيف 6 على كام 4 تمام يبقى VB يساوي 6 ناقص 6 على 4 يبقى 6 ماينس ها 1.5 ما هو 6 على 4 ب 1.5 يطلع 4.5 فولت برضو نفس الاجابه اللي جاوبناها ولا لا اللي بعده يا شباب بيقول لك يو هاف تو الكتريك ريزيستنس ماشي اف يو نو ذات ان الفيرست 3 تايمز ا سكند يبقى لو السكند بار الفيرست أدها ثلاث مرات يبقى 3 R connecting in parallel يبقى R1 parallel ل R2 تعمل R equivalent بتساوي 3 R في R على 3 R زائد R يساوي 3 R square على 4 R تطلع 3 على 4 R هو قال لما توصلوا parallel إدى equivalent 3 يبقى ده equal 3 قشطة يبقى 3 R equal 12 يبقى ال R الواحدة ب 4 قشطة وساعتها يبقى R1 ب 3 4 ب 12 أوم و R2 ب 4 أوم كويس يا ترى لو توصلوا سيريوس يبقوا كام R equivalent في السيريوس R1 plus R2 يبقى 12 plus 4 equal 16 ohm هي دي الإجابة اللي بعده يا شباب بيقول in the circuit shown حلو قوي عايز الكرنت اللي مشي في الثمانية ohm دي برافو مش دي كيرشوف مسألة كيرشوف عادية بس يا مستر بص كده معايا في I1 و I2 I3 دي مسألة ثلاثة أنون مختلفين بس من نوع إيه؟
يعني مش اي 1 واي 1 واي 1 اي 1 واي 2 اي 3 ثلاثه انون اهم بس من نوع واحد اللي هو نوع الاي، وبالتالي لازم اعمل ثلاثه ايكويشن واحلهم مع بعض على الكالكليتر. طالما الانون اي يبقى من حق استخدم كي سي ال ومن حق استخدم كي في ال. مساله كيرشوف طبيعيه جدا يمكن زيها كتير في الملزمه. سمي الله، بسم الله، سمي النقط A B C D E F G H I J. سهم احمد سمير الصغير من نيجاتيف للبوزيتيف، مفيش بطاريات تاني. حدد النود، حدد اللوب، ادي واحد ادي اتنين وفي واحد كبير اهو، صح ولا لا؟ لا نلجأ للوب الكبير الا اذا اضطريت. جميل. افتي في الكرنت، مش هعرف ليه، عشان هو مديني دايركشن كرنت كده ودايركشن كرنت كده وده خارج اهو، يبقى مش هعرف افتي في الكرنت. هضطر افتي في مين؟ في اللوبس. همشي مع البطارية الكبيرة 12 ماشية كده، يبقى همشي معاها، وهنا مفيش غير 12 فهمشي معاها. حلو، سميت الله، سميت النقط، سهم احمد سمير الصغير، حددت النود، حددت اللوب، فتيت في الكرنت، فتيت في اللوب الانون اي 1 اي 2 اي 3. فاضل كود احمد سمير، كود احمد سمير، فين الكود؟ هنا 6 اي 2 مفيش غيرها، في انترنال لا، هنا 4 اي 1، هنا 8 اي 3 ما شاء الله. واحد اشتغل كي سي ال، عندي ايه؟ اي 2 داخل واي 1 داخل واي 3 خارج، يبقى اي 1 بلس اي 2 ايكوال اي 3. اكتب اول ايكويشن، اي 1 بلس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال 0، ادي اول ايكويشن. في اللوب اي بي سي دي اي اف اي في بطاريه 12 وبطاريه 10، ال 12 مع والتن عكس، السهم مع اللوب، السهم عكس اللوب، ايكوال 4 اي 1 6 اي 2، 4 اي 1 6 اي 2، اي 1 مع اللوب واي 2 عكس اللوب، يطلع 4 اي 1 ماينس 6 اي 2 بلس 0 اي 3 ايكوال 2، دي ايكويشن نمبر 2. في اللوب ده بقى بص بص بص، اي G A G H I J D E F A في اللوب اللي تحت ده، مفيش غير البطارية 12 مع اللوب، تساوي 4 I 1 8 I 3، I 1 مع اللوب و I 3 مع اللوب، يبقى 4 I 1 plus 0 I 2 plus 8 i3 equal 12. دول التلاتة equation، يلا نحلهم سوا على الكالكليتر. مود 3 2، تمام، وصلت للإكويشن اللي انا عايزها، 1 1 negative 1 0 4 negative 6 0 2 4 0 8 12. اول ايكوال هتديني اي 1 وتاني ايكوال هتديني اي 2 وتالت ايكوال هتديني اي 3، 11 over 13 يعني 0.846 امبير ايكوال 0.23 امبير ايكوال 1 اكيد 076 امبير. هو عايز الاي في الايت اللي هو اي مين؟ اي 3. في الاجابه دي عندك اهي، يبقى هي دي الاجابه. عرفت بقى ان حتى مع التيوز بنحل مسائل عادي؟ عرفت، ها؟ مساله رائعه، شوف انت حللها كم مره يا جميل. بيقول لك ايه؟ ذا ريدنج اوف فولتاميتر وين ذا كي از اوبن، مش ال V والكي is opened، V يساوي VB، يبقى VB equal 18 فولت. When the key closed، لا ال V ما يساويش VB، أمال ال V يساوي إيه؟ VB minus IR. هو قال بقى وهو closed بقى 15،
يبقى ده 15 يساوي 18 ماينس اي ار ولا ايه؟ التريك انه عايز الانترنال ريزيستنس وانا ما عنديش اي قدامي حاجه بقى حلوه قوي. مش الفي ال 15 ده خرج يغذي الدايره الخارجيه؟ يعني ال 15 فولت دول يساوي اي ار ايكويفالنت، يبقى 15 يساوي اي مين في ار ايكويفالنت. ليه بتقول كده يا مستر؟ عشان لو في كذا ار يا جميل، بس الراجل سهلها لك ومداك ده كام؟ يبقى 5i equal 15، يبقى الاي ب 3 امبير، يبقى 15 يساوي 18 ماينس 3 في ار، ودي ده نيجاتيف 3 equal نيجاتيف 3 ار، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف الار تطلع 1 اوم. اللي بعده سؤال رائع رائع، برضو صلحوا الرسمه يا جماعه معلش. ده واير 1 معلش، ده واير 1، ده واير 2 اتحطت بس اخر حاجه في الملزمه، دي 2L دي 3L، ده I1 ده I2 ده 2VB وده 1VB. ماشي ماشي. بيقول لي ايه؟ واير 1 واير 2 ار ميد اوف سيم ماتيريال. حلو قوي، سيم ماتيريال يعني الرو از كونستانت. كنت هزعل قوي يا مستر لو مسائل الريشيو ما جاتش، ها ما قالش بقى سلك دبل راديوس لينس، اهو مساله ريزيستيفيتي اوف ا واير 1 equal 3L and radius R while the length of 2 is 2L and radius 2R as shown in the figure. So the ratio between I1 على I2، أي I بتساوي VB على R عشان ما فيش R internal ولا إيه؟ عشان ما فيش R إيه؟ internal. R1 تساوي رو أي R رو L على إيه؟ رو ال على ايه. حلو قوي، يبقى رو في ال ال 3 ال على الاريا باي ار سكوير تبقى ايه ولا ايه يا شباب؟ يبقى 3 رو ال على ايه. حد عنده اعتراض؟ خرجت ال 3 بره. ينفع اسمي ده ار؟ ينفع اكس؟ ينفع؟ يبقى 3 ار. هنا R2 تساوي رو حلو في L بكام؟ 2L. الاريا بكام؟ باي its radius square، يبقى باي 2R all square، يبقى 4 باي R square. إذا كانت باي R square بس بإيه؟ يبقى 4 باي R square ب 4A. وولادي عارفين، ولادي عارفين ان لما الراديوس دبل الاريا انكريس 4 تايمز ولا ايه؟ ليه يا مستر؟ لان الاريا باي ار سكوير، وان ذا راديوس دبل الاريا انكريس 4 تايمز. دي تطلع 1 على 2، تطلع نص رو ال على ايه؟ مش انت مسمي رو ال على ايه ار؟ يبقى دي نص ار. حلو قوي. ويبقى I1 يساوي VB1 على R1 اللي هي ب 3R، و I2 يساوي VB2 اللي هي بكام؟ 2VB1 على الأر بتاعتها اللي هي نص R. ويبقى I1 على I2 يساوي ده على ده، يبقى VB1 على 3R divided معلش ها 2V. ما تلجي معلش هنا، مش ال2 دي تطلع فوق over over، مش دي كأنها R على 2؟ اه تطلع فوق 2 في 2 تبقى 4 اهي، divided 4VB1 على R. يبقى VB1 على 3R في اشقلب ده ار على في بي 1، كنسل في بي 1 مع في بي 1، ها وفي هنا 4 ار على 4 في بي 1، كنسل في بي 1 مع في بي 1 وار مع ار، يبقى 1 على 12 ولا لا؟ الاجابه 1 على 12. دي الاسئله اللي بعده عايز في بي دي.
اللوب ده. هو انا لو اشتغلت اللوب الكبير عندي انون ار وفي بي، طب لو اشتغلت اللوب ده عندي انون ار برضه، يبقى لازم اجيب الار. اروح اجيبها من اللوب ده ولا لا؟ وبعدين يشتغل اللوب الكبير يشتغل اللوب الصغير. في اللوب ده كتر خيرك في بي واحده بس 14 تساوي كويس، ده 3 امبير اهو، الفرع ده 3 امبير صح؟ يبقى 3 في ار وار 2 ار مع، وده 1 في ار مع بلس 1 في ار، يبقى 14 يساوي 6 ار زائد ار يساوي 7 ار، يبقى الار ب 2 اوم. حلو، يبقى دي 2 اوم ودي 4 اوم. هشتغل اللوب ده بقى، في بي يساوي مع 2 في 4 مع اللوب. حلو، لف ها عكس اللوب، يبقى ماينس 1 في 2 يطلع 8 ناقص 2 يطلع 6 فولت ولا لا؟ 6 فولت. اللي بعده اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي ذا فيجر ريبريزنت ا بارت اوف، مشكله الفرع الفاضي اللي اتكلمت عليها كتير قوي، الشكل ده عايز ار ايكويفالنت ما بين اي وبي. طيب همشي مع الاي، ادي اي هيتقسم اي 1 واي 2، لم الفرع، فرع اي 1 في ار وار وار مع 0 ده يدي 0، يبقى فوق ب 2 ار خلصنا، وتحت ادي ار وار اهم، وهنا ار و 0 ار يدي 0، يبقى ده ب 0 وار وار يدي 2 ار، 2 ار مع 2 ار بارلل يدي ار. طبعا اللي هيغلط وياخد الفرع الفاضي دي مشكله. اللي بعده نركز في سؤال الريوستات، وين ار انترنال ايكوال 0، فالفي ده يقرا في بي سواء كلوزد او اوبند. ليه؟ لان الفي تساوي في بي ماينس اي ار. امتى الفي تساوي في بي؟ لو اي ار ايكوال 0، يعني لو سيركت از اوبند يعني اي ب 0 او ار ايكوال 0 دايما الفي يساوي في بي. تمام، يبقى ذا ريدنج اوف في 1 اكيد دازنت تشينج، يبقى يا الاجابه دي يا الاجابه دي، ودي غلط. حلو كده، في 2 بقى، في 2 مش النقطتين دول، هما النقطتين دول، هما النقطتين دول، هما النقطتين دول، يعني في 1 يساوي في 2 ولا لا؟ وفي 1 ثابت يبقى في 2 كمان. بس يا مستر انت قلت في 2 بيساوي اي ار ريوستات ويسمع كلام الريوستات، والريوستات زادت يبقى في 2 زيد. هنا الاي قل بنفس الريشو. ليه؟ لما مفيش ار انترنال، لما مفيش ايه؟ طب لو في ار انترنال لا، تاثير الار بيبقى اقوى، هنا مفيش ار انترنال فتاثير الاي زي تاثير الار، ويبقى الاثنين doesn't change. اللي بعده سؤال رائع رائع، بيقول لك ايه؟ اي 1 واي 2 اي 3 دول تراديشنال، تراديشنال دايركشن، انما اي 4 ده اتجاه الكترون، والالكترون من نيجاتيف للبوزيتيف، واحنا عارفين التراديشنال من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى لو عايز اشتغل كله يشتغل كله تراديشنال يا كله اكتشوال. دول تراديشنال تراديشنال تراديشنال، يبقى الاسهل اعكس ده واخليه تراديشنال، ده اتجاه الالكترون، يبقى الكرنت كده، ويبقى اي 1 داخل واي 2 داخل واي 4 داخل يساوي اي 3. دي الايكويشن الخارج في كده. هو عايز ايه؟ اي 3 يبقى بيساوي اي 1 بلس اي 2 بلس اي 4، دي غلط دي صح اهي. طب تيجي معلش نعمل حاجه حلوه قوي قوي، احنا كده شغالين تراديشنال، تيجي نعملها كلها اكتشوال. يبقى ساعتها اي 1 هيبقى كده ولا ايه؟ واي 2 كمان هيبقى كده، واي 3 هو اللي هيبقى كده، و
ويبقى اي 3 يساوي اي 1 بلس اي 2 بلس اي 4 برضو ولا لا؟ اشتغلت تراديشنال اشتغلت اكتوال هتطلع نفس النتيجه معك. بس المهم يا تشتغل كله تراديشنال يا تشتغل كله اكتوال. سؤال رائع بيقول لي دول ثلاثه ريزيستنس ار 1 ار 2 ار 3 اتوصلوا بارالي. حلو. واحده ب 3 ار، واحده ب 4 ار، واحده ب 6 ار. ار ايكويفالنت بتاعتهم كانت 4 اوم. تعال نشوف. 3 و 6 يعملوا 2. 2 ار. 2 ار مع 4 ار بارالي. يبقى 4 دي بتساوي 2 ار في 4 ار على 2 ار زائد 4 ار. تطلع 8 ار سكوير على 6 ار تساوي 4. كنسل الار مع السكوير وكروس يبقى 8 ار تساوي 24 يعني الار ب 3. الار الواحده ب 3. الار مش ار 1 اللي ب 3 ار الواحده ب 3. يبقى 3 في 3 ب 9 اوم. 4 في 3 ب 12 اوم. 6 في 3 ب 18 اوم. اتوصلوا سيريس. يبقى ار ايكويفالنت ده زائد ده زائد ده ولا لا؟ 18 بلس 12 30 و9 يبقى 39 الاجابه. تمام. مساله عاديه جدا. بيقول لك الفي والكي از اوبند. مش الفي والكي از اوبند. في تساوي في بي تساوي 14 فولت. يبقى انا جبت في بي ب 14 فولت خلاص. لما قفلت سوى 8 فولت. سوى كام؟ هو في ريزيستنس غير دول؟ يبقى اللي خرجوا من البطاريه خرجوا يستهلكوا هنا ولا لا؟ يبقى الفي هنا ب 8 فولت. ودول بارالل يعملوا 2 اوم. يبقى 8 فولت على 2 اوم مش الفي بيساوي اي ار ايكويفالنت؟ يبقى 8 بيساوي اي في 2 يبقى الاي يطلع 4 امبير. عايز ار انترن. مش ال V يساوي V B minus I R لو الكي كلوزد ده بكام؟ 8 بيساوي 12 ناقص 4 في R intern 4 14 V B 14 ده يروح الناحية التانية يبقى نيجاتيف 6 يساوي نيجاتيف 4 R. كنسل نيجاتيف مع النيجاتيف ويبقى ال R 6 على 4 يعني 1.5 أوم. اخيرا سؤال حلو قوي. ار و1 على الفول. ار وايه؟ ماشي. يبقى السلوب بيساوي ار على 1 على فول يعني ار في فول يعني ار في اريا في لينث. بس انا يا مستر عندي ان الار بتساوي رو ال على ايه فيبقى ار في ايه تساوي رو في ال. عيني ولا يهمك. هي دي ار في ايه ولا ار في ايه في ال؟ مش ده السلوب؟ ار في ايه في ال. اضرب هنا في ال وهنا في ال صرت حاجه. يبقى ار ايه ال تساوي رو ال سكوير صح؟ مش ال ال كده كده ثابته. يبقى ال ال هو ال ال مش شطبت ال ال مع ال. ال ال ثابت يبقى السلوب ايه؟ ار اي ال يساوي رو ال سكوير صح. اللي ليه سلوب كبير ليه رو كبيره. ليه؟ عشان هو قال سيم لينس يعني ال او ال سكوير ثابت. سنس ان سيتا 4 اكبر من سيتا 3 اكبر من سيتا 2 اكبر من سيتا 1 يبقى رو ال سكوير ايه؟ لا 4 اكبر من رو ال سكوير 3 اكبر من رو ال سكوير 2 اكبر من رو ال سكوير 1 وال سكوير هي ال سكوير هي ال سكوير هي سكوير. يبقى اكيد ريزيستيفيتي 4 اكبر من 3 اكبر من 2 اكبر من 1.
يبقى كوندكتيفيتي 4 اصغر من كوندكتيفيتي 3 عشان هو عايز الكوندكتيفيتي 2 اصغر من 1. حليناهاش كتير قبل كده. يبقى اكبر كوندكتيفيتي 1 واصغر كوندكتيفيتي 4. انقي الاجابه كده، اللي اكبر كوندكتيفيتي 1 واصغرها 4. اكبر كوندكتيفيتي 1 الاجابه دي ودي، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش. واصغر كوندكتيفيتي 4 دي ودي برضه. الله، يبقى لازم ارتب. يبقى 1 اكبر من 2 اكبر من 3 اكبر من 4، ويبقى هي دي الاجابه ولا لا؟ تمام يا شباب، اللي بعده. According to the opposite circuit which is the following represent what will happen to the reading of voltmeter by changing the change. ماشي، increase ولا decrease؟ ماشي. طب انا اقول هي لو R ريستات هنا، هنا increase. حلو، R equivalent. حلوة الحتة دي قوي قوي، عشان عيل هيسأل في كومنت هنا دلوقتي اقول لي بس دي parallel، parallel series بلا ازرق. R تزيد يبقى R equivalent تزيد في السيريس. وليه R equivalent؟ انا ما ركبتها زيادة عشان ما حدش تلكك، دي كانت موجودة وزودتها. فا اي مين ديكريز، دي اسهل بقى. الفي اللي خارج من البطارية بيساوي في بي ماينس اي ار. لما اي مين ديكريز، لما اللي ورا الماينس يقل، الناتج ايه؟ يبقى الفي اللي خارج من البطارية ده زاد. قشطه، ماشي. يبقى لما ار يستات انكريز، الفي لازم يحصل له ايه؟ لوجيك وطبيعي. طبعا لوجيك وطبيعي، طبعا. امال ايه؟ طبعا لوجيك وطبيعي. استنى لسه، ده انا هسال سؤال انا ما اعرفش هيسال فيه اصلا. طيب لما الفي ده يزيد، مش الفي ده هو الفي بتاع الريستات، هو في كله. الفي ده زاد والار ثابته، يبقى الاي هنا يزيد، صح ولا لا؟ يبقى اكيد الاي هنا. ها؟ ليه بقى؟ لأن الفي زاد. قشطه، والفي بيساوي اي ايه؟ ار. والفي بيسمع كلام مين؟ يبقى اكيد لا، يبقى لازم ده يزيد عشان يعني يعدلها شويه، اصل الار زادت قوي وتأثير الار اقوى من تأثير الاي. يبقى لو عايز ار هقول له ان زادت يبقى الفي زادت. طب لو قلت ديكريز، مش انكريز انكريز، يبقى ديكريز ديكريز ولا ايه؟ صح. نشوف ديكريز ديكريز موجودة، ماشي. ديكريز انكريز غلط. انكريز انكريز المفروض، انكريز ديكريز غلط، انكريز ده غلط. يبقى هي دي الإجابة الوحيدة اللي صح ولا لأ؟ تمام بثقة. يلا بينا اللي بعده. ما إيه؟ عايز إيه؟ As in the shown circuit which is the following is correct with respect to the value of VB I1 I2. عايز VB 2 دي، VB دي ودي 12. طيب هو كاتب لي بقى هنا 6 18، ماشي. يعني لو دي 6 كده كده اصلا، كده كده اصلا. بص بقى دي بوزيتيف ودي ايه؟ بص بقى، بص بقى العك الجامد قوي ده، بص العك الجامد قوي ده. هو مديني الكرنت هنا ماشي كده، يعني اكيد 12 دي اكبر من دي، صح؟ يعني ما ينفعش ده 18. ما هو الكهرباء بتمشي من البطاريه الكبيره للبطاريه الايه؟ صغير. بسم الله الرحمن الرحيم كده. يبقى اجابه بي اتلغت، اجابه سي ايه؟ فاضل لي مين ومين؟ تعال نبص. ده اي 1 اللي هيجي هنا ايه؟ يتقسم. يبقى اكيد اي 1 اكبر من اي 2 اللي اكبر من 3. ليه بقى؟ ليه بقى اي 2 اكبر من اي 3 بقى ليه؟ عشان الكرنت بيتقسم على حسب الار، الار الكبيره تاخد اي صغيره، يبقى اي 3 اصغر واحد واي 2 اقل شويه وبعديها اي 1 مجموعه الاثنين، صح؟ ويبقى اي 1 بيساوي اي 2 بلس. قشطه، بص لي هنا. اي 1 كبيره هو يا مستر واي 2 اصغر. اه بس لو اي 1 ب 2 ده ما يبقاش 1، ده يبقى نصيبه اكبر. ليه؟ عشان
الريزيستنس الصغيره كارنت كبير، والريزيستنس الكبيره كارنت ايه؟ ما ينفعش يتقسم بال تساوي، ما هو لو ده 2 يبقى ده 1 يبقى ده 1، ما ينفعش الكارنت يبقى قد الكارنت اصلا. يبقى الاجابه دي كمان ما ايه؟ تعالى دي تنفع؟ نشوف 6 دي تنفع و3 دي تنفع صح، والكارنت هنا لو ده 3 يبقى ده 2 وده تنفع. ليه؟ الريزيستنس الكبيره عندها كارنت صغير، والريزيستنس الصغيره بص 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 1 في 2 ار بكام؟ 2 ار. 2 في ار بكام؟ مش الفي قد الفي كده؟ مش دول بارلل؟ مش اي في ار يساوي اي في ار؟ ابقى انا صح، وهيبقى هي الاجابه دي. اللي بعده ان ذا اوبزيت فيجر ويتش اوف ذا فور. على فكره نرجع بس معلش ثواني، يعني دي كانت تنفع يا مستر؟ لا برضه ما تنفعش. لا برضه حتى لو ما اخترتش ال 18 يعني برضه ما تنفعش. طب دي تنفع يا مستر؟ برضه ما تنفعش. لا دي ما ينفعش، ده يبقى 1 امبير كبير الاي الكبير. ايه ده؟ يعني دي ما تنفعش بالثلاثه. صح ولا لا؟ يلا اللي بعده. In the opposite figure, which of the following choices make the resistance between A and B equals 5؟ عيني. يعني انت عايز ده كله equal 5؟ حاضر. R equivalent equal كم؟ 5. مش 5 دي بتساوي R1 في R2 على R1 plus R2. دول parallel مع بعض. Plus 2 ونص plus R3 في R4 على R3 plus R4. مش المفروض دول بارل ودول بارل، واللي يطلع من هنا مع ده مع اللي يطلع من هنا سيريس، وديها الناحية التانية، يبقى 2 ونص بتساوي R1 R2 على R1 بلس بلس R3 R4 على R3 بلس. تعال نشوف عايز ايه. انت مديني تعويضات وبتاع، ماشي. R1 R2 اهو 2 في 9 ب 18 قشطه. 18 18 على 11 18 على ايه؟ 11. 18 على 11 ب 1 بوينت حاجه 64. 1 بوينت 1 بوينت 64 دي 8 في 2 ونص على 8 زائد 2 ونص. 8 في 2 ونص 8 في 2 ب 16، و 8 في نص ب 4 20. 20 على 10 ونص، 20 على 10 ونص يعني 2 بوينت حاجه. والله ليه؟ طب 8 في 2 ونص بكام؟ 1.9 حاجه. قشطه. 1 و 1 2 و 0.9 و 0.6 3.5 لوحدها، يعني دي ما تنفعش. يبقى الاجابه دي ما تنفعش. طب تعالى هنا 1 في 9 ب 9 على 10، وهنا بلس 2 في 8 على 10 برضه، دي تطلع 0.9 ودي تطلع 6 يعني 1.6، ودول مجموعهم 2.5. يبقى هي الاجابه دي خلاص، مش هكمل لان انا متاكد فمش هكمل. معلش يعني من الاجابات اللي هي يعني قال يعني. ها تعالوا هنا بسم الله، ممكن اسمي ده اي 2 بعد اذنك، وده اي 1 وده اي 3 عادي. قشطه. يعني اقول له اي 1 ايه؟ داخل. اقول له اي 1 داخل، اي 2 اي 3 خارجين، يساوي اي 2 بلس ده بكام؟ 5 على 3 يساوي 4 على 3 زائد اي 3، ودي دبل ماينس، يبقى اي 3 بيساوي 1 على 3 امبير. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 على 3 امبير. استنى معلش بس انا عايز في بي. برافو. عايز ايه بقى يعني؟ عايز ايه؟ يعني انا كان ممكن اشتغل اللوب ده الصغنن ده ها من غير ما اجيب اي 3 يا راجل. يعني يعني هتلف اللوب ده من غير اي 3؟ ولا يهمك يا مستر، كان ممكن اشتغل اللوب الكبير ده برضه، محتاج ايه؟ يبقى نشتغل اللوب ده في بي مع اللوب، خلاص مفيش بطاريات تاني، بيساوي نيجاتيف 1 على 3 لان الكرنت ده عكس اللوب، في 4 بلس اي 2 4 على 3 في 10. صح ولا لا؟ يبقى في بي هيساوي نيجاتيف 4 على 3 زائد 40 على 3، تطلع 36 على كام؟ الله
انا حليتها بس عشان عملت كده عشان كده. طب انا عايز اللوب الكبير يا انا يا حبيب 20. انا همشي اللوب كده بقى اهو 20 مع اللوب، سوري 20 مع اللوب ماينس في بي عكس اللوب بيساوي 5 على 3 في 4 في غيرها، لا مع اللوب زائد 1 على 3 في 4 مع اللوب برضو والله، يبقى 20 ناقص في بي بتساوي 20 على 3 زائد 4 على، يعني 24 على كام؟ 3. هودي ده اهو 20 على 3 يعني 60، 20 دي بتساوي 60 على 3، اودي ده بالماينس هنا واجيب دي بالبوزيتيف هنا، يبقى ماينس 24 على 3 ايكوال ايه؟ تطلع في بي 36 على 3 اللي هي 12 فولت طبعا، بس هو بيرخم يعني. اللي بعده والله دي نقطة اهي على الكوردينيت الفي بكام؟ 8. لما الاي 4 اكتب القانون، انا مش محتاجة حاجة غير القانون، في بيساوي في بي ماينس اي ار انترنال، الفي بكام؟ 8. بتساوي في بي اللي معرفهاش ماينس الاي لما كانت 4. فاضل لك مين عشان تعرف في بي؟ بص هنا هتلاقي بنص، دول يبقوا وديهم الناحية التانية بالبلاس، يبقى في بي 10 فولت. اولا هي اكيد مش 8 ولا ايه؟ اكيد صح يعني اكيد مش 8 وبرده مش 9 لانها مش اكبر من في بي، يعني مش اكبر بشويه صغيرين يعني، يبقى الشك يا 10 يا كام؟ فانا حسبتها لك وطلعت 10 خلاص ماشي. المساله دي كريتيكال جدا يا جماعه لسبب، لانه كان لازم يقول ات كونستانت ار ماشي، فانا هنا بقى طيب مستر ما تحلها ات كونستانت 1 على اريا يعني بص طب تعالى نشوف هو انا لو ثبتت اريا ها، برافو عليك عشان انتوا بتقولوا المستر انت ساعات بتحب تعمل كده وتجيب كده وساعات بتحب تعمل بمزاجك، اه بمزاجي لما على حسب الاختيارات اه بمزاجي، فانا هنا هثبت قيمه الار عند قيمه معينه اهي، دي ار مش ار اكس عند الحته دي بتساوي ار واي عند الحته دي، مش دي ار اهي، هو السلوب ايكوال ايه اصلا؟ ار على 1 على ايه؟ حلو قوي، يعني ار في ايه؟ صح؟ حلو قوي، اللي هو رو في ال، هو قل ال ال ب 1 خلاص اهو قل ال ال ب 1 يبقى الرو ار في ايه؟ ات كونستانت ار يبقى اللي عنده اريا كبيره عنده رو ايه؟ تيجي نشوف كده من غير ما نحل، اللي عنده اريا كبيره يبقى لو اي اكس اكبر من اي واي احتمال رو اكس تبقى اكبر من اي واي صح؟ يبقى الاحتمال ده مرفوض، ليه؟ لان اللي عنده اريا كبيره عنده رو، ده هنا في المساله دي مش فور ايفر هنا ات كونستانت ار، وعلى فكره ار ثابته، ار ايه؟ ثابته، ار ايه؟ ولا تعتمد على الاريا ولا اللينث، انا بتكلم على المساله دي، في المساله دي هو بيقول لي انا اديتك نوعين مختلفين في الاريا وفي الرو، رحت انا عامل ايه؟ قلت له انت مديني لينث ثابت؟ قال لي والنبي افهمه والنبي، بس الحته دي لازم تفهمها مني، الرو doesn't depend on the area ولا length doesn't depend، انما في المساله دي هو مثبت اللينث ومديك سلكين مختلفين في الاريا وفي الرو، رحت انا عامل ايه؟ مثبت الار عشان اللي عنده ار ثابته ولينس ثابت، ار ثابته وايه؟ يبقى اكيد اللي عنده اريا كبيره خلت رقم الرو اللي هو ثابت اصلا اللي هو بتاعها يعني، يعني رو اكس دي رقم ثابت ورو واي رقم ثابت وقريت اكس في التجربه دي ثابت وقريت واي ثابته، وهو اللي بيغير بقى وهو اللي بيغيرها هو اللي بيغيرها هو اللي بايه؟ يعني هو جاب واير اكس رو ثابته واير واي رو ثابته، ابتدى يجيب انواع من واير اكس مختلفه ليها لينس 1 متر بارياز مختلفه صح؟ يبقى انا هقول له لما الاريا احتمال صح، لو الاي اصغر من الاي يبقى الرو اكبر، غلط برضه، طب لو الاي ايكوال الرو اكبر، غلط برضه، يبقى انا ما قدامش غير دي وحط ربنا، ما قدامش غيرها،
تيجي اثبت لكم بقى انها صح. يلا بسم الله. مش هنا وانا على اي اكس وانا على اي لمين؟ وهنا وانا على اي لمين؟ واي. اكيد وانا ماشي كده الارقام بتزيد، يبقى وانا على اي لواي اكبر من وان على ايه لاكس. شقلب فاكر وان على 2 اكبر من وان على 5، يبقى اكيد ال2 اصغر من 5 ولا ايه؟ يبقى اكيد اي واي اصغر من اي اكس، يبقى اكيد لما اي اكس اكبر من اي واي اي اكس اكبر، يبقى رو اكس ايه اكبر. ودي فيها غلطة يا جماعة، انه ما قالكش عند ريزيستنس واحدة. يا مستر الرو كده انت قلت دايركتلي بروبوشنال مع الاريا. انا ما اقول في المسألة دي اللي عرفني ان الرو كبيرة ها الاريا الكبير، اللي عرف انما هي ما تغيرش. اللي عرفني يا رو انت كبيرة ليه؟ ها عرفت منين الرو كبيرة؟ عند الاريا الكبيرة. بس هل هي تعتمد على الاريا؟ خالص والله، هي كانت الرو اصلا بتاعتها ايه؟ كبيرة وثابتة عند رقم معين. والنبي ماشي ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. نوعدكم ان شاء الله هنكمل معاكم واشوفكم على خير. سلام عليكم.